اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بقى دلوقتي نعمل مع بعض صينيه المكرونه البشاميل بمنتهى السهوله من الالف للياء، وهنعملها على طريقه ست الحبايب بالظبط اللي احنا اتربينا عليها وكنا يعني بنعشقها من ايديها. مقاديرها سهله وبسيطه جدا. كل اللي هنعمله ان البشاميل او الزياده اللي عندنا ان البشاميل هنعمله في الخلاط، البشاميل السهل السريع الغير قابل اطلاقا لاي كلكعه ولا اي خطا بامر الله. تعالوا بينا بقى نقول مقاديرنا السهله البسيطه جدا. البشاميل بتاعنا بشاميل الخلاط، لتر لبن، كوبايه دقيق شايله منها معلقه كبيره عشان يطلع كريمي وناعم جدا، وعندي مثلثين من الجبنه المثلثات وحته زبده او معلقه سمنه ومعلقه قشطه. انا ضربه المقادير في 2 علشان تكفي معايا الصينيه بتاعتي. دي كده مقادير البشاميل، يبقى لتر لبن، كوبايه دقيق شايله منهم معلقه كبيره، وكمان مثلثين من الجبنه المثلثات، معلقه كبيره قشطه، ملح وفلفل وبهارات ست الحبايب بتاعتنا، ومكعب زبده. دي المقادير بتاعه البشاميل. ندخل على العصاج بتاع اللحمه، لحمه مفرومه على حسب الصينيه اللي عندك، وعندي كمان بصل مفروم، طماطمايه واحده بس مبشوره بميتها، وكمان التوم اللي احنا تعودنا عليه بنفرمه مع بعض بفلفل حامي وفلفل بارد، وبحطه كده في برطمان او في علبه وبشيله في الفريزر، ده هطعم بيه اللحمه بتاعتي. وبرده بهارات ست الحبايب وقرفه وجنزبيل مع الملح والفلفل، ودول من اسرار اللحمه المفرومه المعصجه اللي طعمها بيبقى زي العسل بتاعه ست الحبايب، القرفه والجنزبيل مع الملح والفلفل الاسود. طبعا بعد كده عندي مكرونه مسلوقه، بس هي دي يعني المقادير بتاعتنا العاديه جدا مع شويه تطشات كده بسيطه جدا. اول حاجه هعملها هنا هعصج اللحمه المفرومه، وهنا هعمل البشاميل. فاول حاجه هنعملها هنعصج اللحمه المفرومه بزيت وزبده، بسم الله، مع بعض كده خطوه خطوه، ونشوف احلى صينيه مكرونه بشاميل هنعملها ازاي. شويه زيت كده ومكعب زبده، دي كده للبصله بتاعه اللحمه المفرومه، ماشي كده. نجيب بقى معلقه، بسم الله، معلقه، حلو ده، يلا. وقبل ما الزبده تسيح خالص خالص كده، وهي بصوا لسه كده باينه باين يعني، ولا ساحت ولا متجمد، لسه زي ما هي كده، هروح نازله في البصل بالشكل ده. وطبعا كل ما البصل زاد كل ما ادى طعم حلو قوي للعصاج بتاعنا. سؤال بقى تكتبوا لي كده على الفيسبوك، على قناه هي، على صفحه قناه هي على الفيسبوك، هي بالعربي عشان لسه ما جابش الصفحه ولا عمل لايك ولا تابع للصفحه يلحق دلوقتي. اللايف شغال اهو قدامكم. سؤال بقى، ست الحبايب كانت ايه التكايه الحلوه بتاعتها في المكرونه البشاميل اللي انت خدتيها عنها او ورثتيها عنها؟ اكتبوا لي بقى كلكم دلوقتي يلا وقولوا لي. انا بالنسبه لي البشاميل الخلاط، وكمان على اللحمه المفرومه القرفه والجنزبيل.